معرض للصور فوتوغرافية. تضمن المعرض هنا صورا توثق لمحات إنسانية للقوات البشمركة وهم في جبهات القتال ضمن عمليات قتالية خاضها في ملحمتي سحيلة وبردي. نحن اليوم هنا من أجل إحياء الذكرى السنوية لملحمتين بطوليتين نفذتهما بيشمركة كردستان دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن هذه المكتسبات. وهذه الملحمتين هي ملحمة بردي وكذلك ملحمة سحيلة وعين عويس. المراسيم نظمت من قبل الفرح الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني لإحياء الذكرى السنوية لملحمتي سحيلة وبردي والتي تكمن أهميتها في الحفاظ على كيان إقليم كردستان وتجربته الديمقراطية. معركة بردي من أهم المعارك اللي خاضها البيشمركة وعلى رأسهم الرئيس البارزاني. معركة حسم بين الحق والباطل. معركة أعطاهم البيشمركة درس للخونة لا ينسون. الخونة لا ينسون، حتى أحفاد أحفادهم لا ينسون الانتصارات اللي سجلها البيشمركة على الخونة، خونة من الداخل، خونة من الخارج. اليوم هو إحياء ذكرى تصدي قوات البيشمركة لهجمات اللي تعرض لها إقليم كردستان بعد الاستفتاء الشعبي حول مستقبل كردستان. واليوم أحيينا هذه المناسبة لأبطال قوات البيشمركة اللي حافظوا ودافعوا عن أقليم كردستان ومكتسبات شعب كردستان. ووزع اليوم كتاب توثيقي عن أحداث بعد الاستفتاء خاصة في معارك قوات البيشمركة مع القوات المعادية اللي حاولوا احتلال كردستان. المراسيم تضمنت أيضا حفل توقيع كتاب لأحد أبطال البيشمركة الذين خاضوا المعركة ليتم تدوين الأساطير وحكايات لأبطال القوات البيشمركة في السحيلة كما في البردي ليخرج منها الكردستانيون أبطالا أبات كما هو حال جبالهم. لبرنامج نسمات زاكروس، نجلة سندي، زاخو.